أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدشينها قطاعاً للإنتاج الوثائقي وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية على أن يبدأ بثها التجريبي في يناير 2023 وإطلاقها رسمياً في مايو 2023. كما أعلنت المتحدة تعيين كل من الإعلامي أحمد الدريني رئيساً لقطاع الإنتاج الوثائقي والإعلامي شريف سعيد رئيساً للقناة الوثائقية. تأتي تلك الخطوة إيماناً من الشركة المتحدة بأهمية الفيلم الوثائقي وصناعته في أعقاب التجربة المميزة التي قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.